هنعمل مع بعض البرازق بطريقه لذيذه جدا ومضمونه وبيطلع طعمها حلو قوي. اللي ما جربش لسه طريقتي في البرازق يجربها، متاكده هتحبوها. عشان نعملها عايزين 3 كوبايات دقيق، عايزين 300 جرام سمنه، عايزين نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعايزين 3 ارباع كوبايه ميه، عايزين معلقه صغيره بس من الخميره، وعايزين 1.5 كوبايه سكر، 1 كوب فستق مجروش، وعايزين كوبايه سمسم وكوبايه شربات. يلا هناخد دلوقتي اول حاجه السمنه اللي عندنا، ومع السمنه تكون سايحه مع السكر، مش سايحه بحراره الغرفه، تكون سمنه شايفين يعني طريه علشان نقدر ان احنا نشتغل بيها وتدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. هناخد دلوقتي السكر ونحطهم مع بعض كده هنا، ونبتدي نشغل العجانه عندنا عليهم. شايفين خلطتها شويه كده زي ما انتم شايفين، لغايه ما شويه بس حسيت كده السمنه والسكر افتحوا مع بعض، شايفين لونهم بقى عامل ازاي. هنبتدي بقى دلوقتي نضيف عندنا هنا البيكنج باودر، هنحطه مع الدقيق، والخميره هنحطها كده مع الميه الدافيه، ونقلبهم مع بعض. ميه دافيه ماشي، ونقلبهم مع بعض. صحيح يا هبه، احنا ما قلناش ان البرازق من سوريا. يلا هنبتدي بقى دلوقتي نحط الدقيق والبيكنج باودر اللي عندنا بالتدريج كده، بالتدريج مرتين مثلا. طبعا كل الشغل ده بنقدر نعمله بايدينا. كمان الدفعة التانية. واحنا محضرين المية عندنا هنا هنبتدي نضيفها. 3/4 كوباية هنضيف. بصوا بقى يا حبايبي هنعمل ايه. هناخد دلوقتي حتة من البرازق كده كده قطع دي بقى، بعد ما خلطناها لازم نغطيها ونسيبها ترتاح زي ما اتفقنا تقريبا نص ساعة، ساعة الا ربع حاجة كده يعني. بعدين هناخد قطع صغيرة كده زي دي وهنفردها كويس، بنفردها البرازق ما بتبقاش تخينة، بنفردها كده كويس بالشكل ده كده، شايفين اهي كده. عندنا بقى هنا الفستق، بصوا الفستق يعني عايزينه كده ايه، مش مطحون يعني كده زي ما انتم شايفين، بصوا يعني كده بالشكل ده، ده الشكل اللي احنا عايزينه تمام، مش مطحون طحن ناعم يعني تمام. يلا هناخد بقى دلوقتي الفرشه اللي عندنا وهنروح على البرازق، هنروح على البرازق اهي، على الشربات، هنروح على الشربات. خليني احطها كده هنا. اول حاجه شوفوا، اول حاجه عندنا هنا الفستق، الفستق بيبقى تحت تمام، فهناخد ده كده ونعمل كده، ناخد البرازق الفستق كله تحت اهو، شايفين ده بيبقى تحت، فوق بقى عندنا ده كده بناخد شويه شربات بنحطهم كده على الوش، وبعدين ناخد السمسم ونحطه عليها بالشكل ده. ادي كده بقت دي البرازق بتاعتنا، شايفين اهي هو ده البرازق بتاعنا، وش سمسم هو اللي باين، والوش اللي تحت فستق هو المستخبي. بناخدها بنحطها في الصينية عندنا، ودي بقى بتدخل الفرن. خليني احطها بس هنا على ما نفرد ورق الزبدة، ما تبقاش تخينة قوي خلوا بالكو زي ما اتفقنا. دي بقى بتدخل الفرن على درجة حرارة تقريبا بنحطها على 180، وبتفضل في الفرن لغاية ما تحمر كده معانا ويبقى لونها من تحت حلو.